مرحبا بكم جميعا. القصة اللي غادي نعاودكم اليوم، القصة ديال واحد خينا اللي هو ماشي انسان عادي. الاسم ديالي جعفر، جعفر ياغاغامي. لحد الان عندي ذكريات بسيطة على الماضي ديالي. هاد السيدة اللي واقف حدايا ما عرفتش شكون هي. غالبا لعبوا لي في دماغي، كنسمع اصوات نتاع الناس في دماغي وما عارفش هادشي. غادي نبعد منا ونكمل الطريقة ديالي. اوكي، دوك القوة ديالي الأولى هي التخفي وانطلاق من ظل إلى ظل كما هكا. القوة اللي عاد اكتسبت دابا هي أنني يمكن نصنع الظل من عينو شو يجي عندي. بحال هكا دائما ما يمكن لي يمشي الا للظل. هنا ما كاينش الظل، نحاول نصنعه بالقوه ديال الجديده. علاش ما يمكن ليش؟ علاش ما يمكن ليش؟ خصني نمشي للظل باش نجمع. اوكي، ملي كنمشي للظل كنجمع القوة ديالي في الكاب كما كتشوفوا معايا. من تكون عندي القوة كاملة يمكن لي نصنع الظل ونشيلو. الضوء اللي تابعو انا ما عارفش فين غيديني. مجموعة من الحراس حارسين هذا المكان. نحاول نخدم قوة التخفي ديالي ونافونسي من ظل لظل حتى نوصل للبلاصة اللي هما قالوا لي فين خصني نمشي. بونجور، دائما من دل دل. اوكي ميرد، عليه لازم عليه. شنو وقع لي؟ اعوذ بالله. وقال قلت لك الحلمة هاد الحلمة الاولى، نحاول ما نديرش نفس الاخطاء وهاد المره نمشي من ظل لظل
ونقتل جميع أعداء الله. مجموعة من الأوغاد مشيو للضل ديال اختفاء. لازم يهرب. نو 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 المحاولة الثانية باعت بالفشل. كنضرب اللي هادي اخر فرصة عندي. اما نبين على المهارات ديال الظلامية واما غنمشي نعس غدا ونكمل. اراغامي ليتس جو. اخفي صوتي. أحاول النقصان من كل حواسي لأتجهز للقتل. ثلاثة حراس. جوج الجثث واضحين. نطلع للسقف باش ناخذ الفيزيو. حتى واحد ما غادي يدوز من لهنا. المشكلة انا القمر انفاس معايا والدنيا ضاوية. اوكي ما عنديش اختيار. نرد القوة ديالي هنايا. هاد الجهة بانت لي عامرة بنادم. جوج لي كارد انفاس واقفين. اوكي واحد كيدوز من هنا. بخطى ثابته نحو الهدف. كنسمع شي واحد كيتحرك قريب عليا بزاف. مشكلة أراها أنفاس معاهم. خصني نتحرك بسرعة. ما عنديش الفرصة للخطأ. هذا هو الرجل الآخر. هذا سمح لي غادي نقد عليه. أراغامي
مجموعة من الحراس في الجهة الأخرى. ما عرفش عندي القدرة على السباحة ولا لا، ما غاديش نغامر. مجموعة من الحراس دخل المنزل. المشكلة هو الضوء هنا في أي مكان، خصني نبقى من الفوق للفوق. صعب علي نهبط عليهم بجوج. مش نغامر ونقص عنده. المهمة دي ولات أصعب. إلا هبطت لتحت ما يبقاش عندي الضوء. لافونتاج الوحيد ديالي هو الاختباء. بونجور. نو نحس بالروح كترجع فيا. ربي كتب لي عمر جديد اليوم. الاستفادة من أخطاء الماضي. تم ذبح جميع الصعاليك. الاتجاه نحو المهمة. ما هذا السحر؟ ذكريات أليمة تعود. ترايتوس. لازم نتبعوا الغراب. إلى أين تذهب أيها الغراب اللعين؟ Shadow creation. نحاول نشارج القوة ديالي في الظلام ونطلع. لازم نلقوه.
ما هذا الغراب؟ ماذا يجري؟ ماذا تعني كل هذه الرؤى؟ راسي بحال انا كنت بحال هادو، عندي السيف ديال الضو، كنضرب بنادم بالسيف ديال الضو. ما هذا الصوت؟ قصة جعفر أرقامي سوف تنتهي هنا. لقاؤنا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.